السلام عليكم أساتذتي الأعزاء، سوف نحاول أن نتعرف في هذه المحاضرة عن كيفية إيقاف الترقيم الأوتوماتيك الموجود في الأوفيس وورد. طبعا احنا من نجي نكتب الأسئلة الخاصة بمنصة الكانفاس راح نكتب رقم واحد ومن ثم إيش دوت ومن ثم الفراغ اللي من خلال الضغط على السبيس. أول ما ضغطنا على السبيس مباشرة هنا نتفعل اللي هو ما يعرف بالأوتو كوركت أوبشنز. حتى نقدر نوقفه أضغط عليه ومن ثم شرح أقول ليست أوف أوتوماتيك كوركتينج نمبرز. من ضغطت عليه هسه أقدر أضيف السؤال الأول. ضفت السؤال الأول، المفروض أني من أضغط الإنتر راح يظهر لي رقم 2، لكن من ضغطت الإنتر ما ظهر لي لأن أني وقفته. زين أوكي، هسه المفروض أني حجي أكتب الإجابات الصحيحة الـ A، ومن ثم مثل ما قلنا القوس المغلق أترك فراغ. هاي الإجابة بالنسبة إنها هسه مو صحيحة، يعني خلينا نقول الخاطئة. مجموعة الإجابات راح نجيب هسه سيلكت أضيف، من اضغط هنا هسه انتر ما انطاني انه البي مباشره، وانما انا راح اجي اكتبه ونفس الحاله اللي هو يعتبر خاطئ في البي، ومن ثم القوس المغلق ومن ثم سبيس فراغ واحد اجي اكتب الانكوركت. اوكي، الثاني راح اجي اضيفه ايضا انتر. هسه راح اجي اكتب الاجابه الصحيحه في الشيفت والنجمة الموجودة فوق الأيد، ومن ثم السي، ومن ثم القوس المغلق، وأيضا سبيس فراغ، وأيضا هسه أجي أخذ الإجابة الصحيحة بالنسبة إلي خليتها. هسه أنا كملت السؤال الأول، هسه أريد أكتب السؤال الثاني، فمن أكتب هنا 2 بعدين دوت بعدين فراغ ما ظهر أي يعني اي اوتو سيف او يعني ترقيم تلقائي. وهسه راح اجي اخذ السؤال الثاني واكتبه، وايضا اضيف الاجابات الخاطئه والصحيحه، وما راح يعيقني الترقيم اوتوماتيك. زين اوكي، ولا ما كملت انا اذا رجعه، فشلون اروح ارجعه؟ هروح على الفايل، نذهب الى الاوبشن، ومن ثم نذهب ها هنا اضغط على الاوتو كوركت اوبشن، راح اروح على هنا على اوتوماتيك انطي اوكي اوكي اوكي. هسه رجع طبيعي عندي الترقيم الاوتوماتيكي، وشكرا لاستماعكم.